وراحت هند رستم، وكان في مجموعة من البنات الكمبارس اللي موجودين، والنظرة للكمبارس كانت نظرة مش نظرة لطيفة، فتلاقيهم دايما كانوا محرجين. فهند لما راحت وشافت البنات ولقيتهم قاعدين كده وبتاع ومفيش أي حاجة، ما بيعملوش أي حاجة خالص، ما عجبهاش الكلام ده، قعدت قلبت الدنيا شقاوة وحركة وهزار. وقتها كان المخرج الكبير عاطف سالم موجود، بس في هذا التوقيت تحديدا كان لسه شاب صغير مساعد مخرج، وكان موجود في المكتب عشان خاطر ياخد مجموعة من الكومبارس في الأعمال اللي هو موجود فيها. فلما لقى بقى هذه الشقاوة والصوت العالي من الكومبارس مش عاجبه، فراح وزعق وبيقول لهم ايه قلة الأدب دي، هند بنت البلد الإسكندرانية وسعت كده البنات الكومبارس. وراحت لعاطف سالم قالت له انت بتقول لمين قليلة الأدب، واديته على دماغه وخدت حقه.